One day, I got a call from my musician friend asking me to join him and his band on one of their gigs. So I thought, and since alternative rock isn't what comes to mind when someone thinks of Palestine, that it would be a great idea to join them with my camera and try to show a different angle on Palestine, away from death, war, and conflict. في كتير ضجة موجودة حوالينا, في كتير كلاتر, في كتير أمور كانت احتلال, كانت الأمور الاجتماعية, حياة الشاب كيف عمالها بتتخبط, صعبة حياة الشباب عنا. مش شرط احنا نضلنا نفكر في المعاناة ونعاني كل يوم. أهم ما منطبقه بمفر هو أنه نهرب من مشاكل العالم اللي بتدور حوالينا, لأنه نروح نكتب عنها ونغني عنها بس نكون بالفضة تبعنا. إنه إيش بتشوف بالعالم الواقعي من سياسة أو ظلم تيجي تحكي بهاي الفرقة. أنت عايش هنا في جدار حواليك, يعني ليش ما نستعمل الفن عشان يعني ليش ما نستعمل إشي حلو عشان نوصف إشي بشع, مش عشان نجمل الإشي البشع عشان نخلي الناس تستوعب إنه أنت في حواليك إشي بشع بس أنت تقدر تسوي إشي حلو حتى وهو البشع موجود. هو ممكن يكون الجواب كثير مبتذل, بس حرية بعطيك مجال للكرياتيفيتي. حتى في شغلي أنا كشغلي الاعتيادي, أنا فني أشعة بشتغل في المستشفى, مش هاي شخصيتي. الموسيقى نوعا ما معطيتني هاي المساحة اللي هي مساحتي أنا. لما أنا بمسك هذا الجيتار وبطلع بسوي سولو بستايل أنا بحبه, أنا فعليا بعبر عن ذاتي في شغلات أنا ما بقدر أعبر عنها في الحياة الاجتماعية العامة. يعني الإشي اللي بخليني أوصل مرحلة زون أنا مرتاح فيها وبشعر أني أنا من جوا empowered, متمكن وواصل مرحلة معينة مرتاح حتى نفسيا فيها, هي لما أعزف. التفريغ مش بس جسدي, التفريغ روحاني كمان كتير. التفريغ الروحاني بريح أكتر من التفريغ الجسدي. أنا بالنسبة إلي هاي هي الموسيقى, يعني عشان هيك بسويها. إذا ما سويتش هذا الحكي ما بعيش, بحس حالي مية. طب بس بدنا واحدة مع البيس الأكوستيك. لا هلا عشان على الساوند تشيك بس. الساوند تشيك يوسف واحده مع البيس. ايش بتقول البيس؟ حط كل الايفكتات. نعم. بفكر انه الفلسطينيه دائما انه واصله فكره عنهم غلط لكل العالم, وبشوف انه اقل تركيز الاعلام على قيمه الفنان الفلسطيني او حتى الانسان الفلسطيني, لانه خلص في وصمه انه انا محتل, انا ما بعمل شيء, انا محبوس. دائما لما تحكي فلسطين اي حدا في العالم بقول لك شغلتين, يا هدول جماعه تاعين إرهاب, يا بيشوفونا في المنحة السيء برضو إنه إحنا عالم فقير وما عنده كرياتيفيتي وما عنده تفكير وجاهلين وما إلنا في الدنيا ومش بنعيشش زي البني آدمين الطبيعيين. نصحى كل يوم نسوي قهوتنا, بنفكر إن الحياة ممكن تكون أحسن هذا اليوم, نطلع على شغلنا, عنا التزاماتنا, عنا مصاريفنا, بنحاول نرجع على البيت نشوف يعني العيلة. إحنا عنا كتير شغلات, عنا ناس كمان في كرياتيفيتي. الميديا ليفز أوت.
يعني إذا بدك تطلع على الأمريكي الأشقر مثلاً، مع مين بده يتعاطف؟ بده يتعاطف مع الأشقر اللي زيه، مع اللي بيشبهه في أسلوب حياته. مش راح يتعاطف مع بني آدم هو بالنسبة إله واصله على الميديا ومصور بالنسبة إله إنه بني آدم ممكن ينقتل في أي لحظة. هو بالنسبة إله أنت عايش عشان تموت، لأنه أنت في منطقة صراع. وإحنا يعني إحنا مش بشر. طب ما أنا موجود، أنا هيني في فلسطين، اسمي فيليب، تمام؟ حتى لما باجي بحكي لهم اسمي بيستغربوا إنه اسمي فيليب، فيليب من فلسطين. اسمي فيليب عادي، وين المشكلة؟ فيليب من فلسطين، وبسوي موسيقى وبعزف. احنا موجودين زينا زي اي حد. طيب اخر سؤال، ايش يعني بخليك انت تصحى الصبح تقول انا بدي اكمل اسوي موسيقى؟ شعور الناس هم قاعدين بتطلعوا عليك وانت قاعد بتأدي في موسيقى انت تعبان عليها، هذا بالنسبة لي الشعور يعني هي قشعر بدني، شعر ركبة توقف من ورا، هذا بالنسبة لي الشعور يعني لا يضاهى. يعني فيش اشي بيمنع صوتك من انه يوصل، خاصة انه العالم صار مفتوح على بعضه، صار الكل بيقدر يوصل اي حدا بثاني. هذا اللي بنحاول انه نعمله، بدنا نضلنا نغني، بدنا الناس تسمعنا اكثر، وبدنا نوصل للعالمية مش عشان الشهرة، وانما عشان كل اغنية انكتبت من احساس معين توصل لكل العالم. لما انا باجي بعرض فني زي ما اي واحد موجود في امريكا وفي اوروبا وفي استراليا في وين مكان بيعرض فنه، انا كمان بعرض فني، انا جزء من هذا العالم.